أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من قناة مطبخ السعادة. النهاردة هنتعلم إزاي نعمل بانكيك الدورياكي الياباني. وصفة سهلة وسريعة وطعمها يجنن، وهتكون طرية وجميلة وتقدروا تعملوها في أي وقت. يلا نبدأ. أول حاجة هنجيب طبق كبير ونحط فيه بيضتين، أربعين جرام سكر، عشرين جرام عسل، ونص معلقة صغيرة مستخلص فانيليا، ونقلبهم كويس. وبعدين هنضيف 60 ملي لبن مع التقليب، وهنضيف 4 جرام بيكنج باودر في طبق فيه 120 جرام دقيق لجميع الأغراض، ونقلب كويس. بعدين نضيفهم إلى خليط البيض اللي عملناه، ونبدأ نقلب كويس لحد ما الخليط يكون ناعم. بعدين نغطيه ونسيبه لمدة 15 دقيقة، وبعد ال 15 دقيقة نشيل الغطا ونبدأ نقلبه كده عشان يلين. هنجيب طاسة وندهنها زيت قليل ونسخنها 5 دقايق على نار هادية. بعدين ناخد من الخليط حوالي معلقتين كبار ونصبهم في الطاسة، ونسيبه من دقيقة ونص إلى دقيقتين على نار هادية، ونقلبه أول ما نلاقي بلالين صغيرة بدأت تطلع كده، ونسيبه من 30 ثانية لدقيقة، بعدين نشيله ونكرر الموضوع ده مع باقي الخليط. نقدر نعمل حوالي 10 بكمية الخليط اللي عملناها دي، وبعدين نقدر نحشي نوتيلا أو أي نوع شوكولاتة. وكده يكون بانكيك الدورياكي الياباني خلص، وبالهنا والشفا.